السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما راكم تشوفوا لهنايا الحين نديروا فطورنا، بدينا بالشريطه تاعنا، ما حبيتش نشويها. كما راكم تشوفوا قطعتها كامله اون بتي مورسو، قطعت فلفل حار وفلفل الحلو، درت لها شويه تاع الثوم واحد جوج فوا صوص تاع الثوم، هيدا شويه تاع الزيت شويه ملح. كما قلت لكم خليته حتى دبال شويه كامل، ومن بعد كي دبال نحيته من الطنجره، درتو في طبيسي، درتو شويه تاع زيت الزيتون، خليته دو كوتي. هنايا شديت حبيبات بطاطا خليتهم كامل ونديرهم في لاطورتيه، هادي سي تي تورتيه جات بنينه جات مخرفه. فوالا درت لها شويه تاع الفيتاج بس واحد 6 حبات ولا 7، خليتها كامل تاع شويه تاع الملح وندير تاع الفيتاج تاع الملح، وخليته يتقلى بالطبع في الحلو في الحار. هنا كيما راكم تشوفوا شفنا درنا مع ديك الشليطه، درنا شويه تاع الكسره، درنا شويه تاع الدقيق واحد التكيسان وشويه تاع الملح. هذه خبيزه ثانيه كيما راكم تشوفوا فيها، يطيب فيها بت سيون كوزين. فوالا جاو مخالفين مع ديك الشليطه، واش نقول لكم شهي. ولهنا كيما راكم تشوفوا حطينا فطورنا المتواضع، فوالا شويه تاع كسره شويه تاع ولهنا. نبقيكم على خير وتبقاو على خير.